من المهم أن هذا العدد المرفوض عدد كبير بالنسبة إذا قارنا مع الدول الأخرى، لأن الدول الأخرى عادة ترفض قرار أو قرارين فقط. وإذا رجعنا القرارات المرفوضة فهي التي تتعلق بأخطر الانتهاكات، بمعنى أن الدول هذه القرارات تتعلق بطلب الدول التحقيق في الانتهاكات الفظيعة أو الانتهاكات الخطيرة، مثل القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وإساءة المعاملة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الغير عادلة ومحاسبة مقترفيها وتقديمهم إلى محاكمات. يجب أن يفهم بأن الذي جرى اليوم ليس فقط أن قبول التقرير أو رفضه، الذي يهم هو ما جرى في الجلسة فعلا. فأن قبول المجلس للتقرير هو إجرائي، هو قرار إجرائي طبق أيضا على الباقين، على تونس والمغرب والإكوادور كلها أيضا قبلت. ولكن الذي جرى بالنسبة لجلسة البحرين تختلف عن باقي الدول، بمعنى أنها كانت هناك فعلا الإحساس أو طرح بأن يعني أن هناك اعتقاد بأنه لا جدية لدى الدولة في تنفيذ هذه المقررات. نحن كمنظمات مجتمع مدني في البحرين وأيضا منظمات المجتمع المدني الدولية وحقوق الإنسان طرحنا ضرورة أن تكون هناك في بداية مختلفة، بمعنى أنه في الدورة القادمة والتي طبعا ستكون في شهر نوفمبر القادم، بمعنى أن تعقد جلسة خاصة حول البحرين وأن تكون هناك في آلية لمراقبة التنفيذ من قبل المتحدة وبمشاركة المجتمع المدني الحقوقي في البحرين. هنا الأمم المتحدة، هنا مجلس حقوق الإنسان، هنا مطالبات بتطورات على الأرض. ولذلك جاءت الثلاث دول الغربية التي لا تجامل ولا تقدم الدعم المجاني، قامت بتقديم توصيات واضحة وأبرزت، خصوصا النمسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أبرزت بأن الواقع يقول بأن البحرين تفقد فرصتها في الإصلاح، لأن لا يوجد تطور على الأرض. القبول بالتوصيات يعني وقف تجاوزات حقوق الإنسان، القبول بالتوصيات يعني السماح بالاعتصام السلمي، القبول بالتوصيات يعني محاكمات عادلة. هذه المطبوعات حاولنا أن ندخلها إلى مجلس حقوق الإنسان ورفضوا إدخالها، لأنهم يعتبرونها يعني مشاهد فظيعة، مشاهد خطيرة، مشاهد لا يقبلها الذوق الإنساني. لماذا؟ لأن ما حصل في البحرين هو خارج أطار الفهم والإدراك الإنساني الطبيعي. هذا شاهد على أن السلطة قد تجاوزت الحد. وهذا الوعد تقطعه السلطة على نفسها أمام العالم، وليس في حدودها الجغرافية أو أمام شعبها فحسب. وهذا لا ينتهي اليوم، وإنما اليوم يبدأ أن الدولة عليها أن تعمل وفق وعودها حتى لا تؤكد عدم ثقة شعبها بها، أن يكون حتى العالم يفقد ثقته بها. العفو الدولية أكدت قبل قليل في بيان لها، تقول أنه يجب الاعتماد على الأفعال وليس على التعهدات الدولية، في إشارة إلى أن التعهدات الدولية لا قيمة لها إذا أرادت الدولة وإذا أرادت السلطة أو النظام أن يتجاوز على هذه الوعود.